سنة سعيدة لكل المستمعين ومتابعات إذاعة مدينة اف ام. وبهذه المناسبة كنتمنى للفريق العمل ديال الإذاعة مزيد من التألق والمزيد من الاجتهاد باش نكونوا المستوى ديال الانتظارات ديال الرأي العام المغربي وكذلك المغاربة كاملين من خلال ما كنقدموه من برامج اللي عندها أهداف تنموية تربوية ترفيهية تثقيفية وكذلك توجيهية، وكنتمنى لكم التوفيق.